بسم الله الرحمن الرحيم. تلاميذي الأعزاء، كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا بأفضل الأحوال. يتجدد لقاؤنا اليوم لمتابعة سلسلة الدروس عن بعد، وهذه المرة مع درس جديد في مكون النشاط العلمي، موضوعه الحيوانات تتنقل. الأهداف التعلمية لهذا الدرس أن يتعرف أوساط تنقل الحيوانات، أن يتعرف أنواع التنقل عند الحيوانات، أن يتعرف نوع السلوك الغذائي عند الحيوانات وعلاقته بتنقلها. نبدأ بملاحظة الصورة. ماذا تلاحظون يا صغاري في هذه الصورة؟ نلاحظ وجود حيوانات مختلفة تتنقل بحثاً عن غذائها. نتساءل يا صغاري، كيف تتنقل هذه الحيوانات وما نوع تنقلها؟ للإجابة عن هذا السؤال نمر إلى قبول بعض الافتراضات. ربما تتنقل الحيوانات في أوساط مختلفة، ربما تتنقل الحيوانات بطرق مختلفة. بالنسبة للحيوانات لها مجموعة من الوظائف. تعرفنا على وظيفة التغذية، واليوم سنتعرف يا صغاري على وظيفة مهمة وهي التنقل. يسمح لها بالقيام بالبحث عن الغذاء والقيام بعملية التكاثر، لكن نعرف أن الحيوانات تعيش في أوساط مختلفة. لاحظوا معي يا صغاري هذه الحيوانات. سنتعرف على وسط عيش كل واحد منها. مثلا الزرافة، أين تعيش أو أين تتنقل؟ إذن الزرافة تتنقل على الأرض، أي أنها تعيش في وسط بري، إذن وسط عيشها هو البر. لاحظوا معي يا صغاري هذين الطائرين يتنقلان في الجو، إذن وسط تنقلهما هو وسط جوي. وسط تنقل الببغاء كذلك وسط جوي. لدينا سمكتين في البحيرة يا صغاري، ما هو وسط تنقلهما؟ أحسنت، وسط تنقلهما هو وسط مائي، إذا نكتب وسط مائي. ما هو وسط تنقل الدودة والحمار الوحشي يا صغاري؟ أحسنت، وسط تنقلهما هو وسط بري. الحمار الوحشي كذلك وسط تنقله هو وسط بري. نستخلص يا صغاري أن الحيوانات تتنقل في أوساط مختلفة، وسط مائي مثل الأسماك، وسط جوي مثل الطيور، وسط بري مثل الزرافة، النعامة، الحمار الوحشي. لدينا يا صغاري صور تبين لنا مجموعة من الحيوانات مثل الفيل، الفراشة، الثعبان، النعامة، السمكة والضفدع. سنتعرف على أنماط تنقلها. ما هو نمط تنقل الفيل يا صغاري؟ نمط تنقل الفيل هو المشي، لأن جسمه ضخم لا يستطيع الجري. الصورة الثانية، لدينا فراشة. قلنا يا صغاري الفراشة وسط تنقلها هو وسط جوي، أما نمط تنقلها هو الطيران، لأنها مزودة بأجنحة خفيفة وواسعة، كما أن حجمها صغير، إذا نمط تنقلها هو الطيران، إذا نكتب الطيران. ما هو نمط تنقل الثعبان يا صغاري؟ إذا نمط تنقله هو الزحف، لأنه ليس لديه أطراف، يتنقل بواسطة تقلصات وتمددات العضلات الموجودة في جسمه، إذا نمط تنقله هو الزحف، إذا نكتب الزحف. بما أن النعامة يا صغاري معروفة بالجري، فنمط تنقلها هو الجري، إذا نكتب الجري. لدينا سمكة، نمط تنقلها يا صغاري هو السباحة، لأنها تعيش في الماء، إذا نكتب السباحة. ما هو نمط تنقل الضفدع يا صغاري؟ بما أن الضفدع تقفز، فنمط تنقلها
هو القفز، إذن سنكتب القفز. نستخلص يا صغاري أن الحيوانات تتنقل في البحث عن غذائها بطرق مختلفة، وهي الماشي، الطيران، الزحف، الجري، السباحة أو القفز. المطلوب منكم يا صغاري أن تفتحوا كتاب النشاط العلمي صفحة 64 ونقوم بإنجاز التمرين معا. أصل بخط بين الحيوان ووسط تنقله. لدينا ثلاثة أوساط يا صغاري: وسط جوي، وسط بري، ووسط مائي. سنصل كل حيوان بوسط تنقله. إذن الثعبان وسط تنقله هو وسط بري، إذن سنصله إلى وسط بري. الأرنب وسط تنقله هو وسط بري. الطائر، رأينا الطائر يتنقل في الجو، إذن وسط تنقله هو وسط جوي. الحصان هو يتنقل في البر، إذن وسط تنقله هو وسط بري. كذلك السمكة فهي تعيش في الماء، إذن وسط تنقلها هو وسط مائي. أما الجمل فهو يعيش في الصحراء، إذن وسط تنقله هو وسط بري. المطلوب منكم يا صغاري أن تنجزوا التمرين رقم 2 صفحة 64 في كتاب النشاط العلمي، وسنقوم بتصحيحه في الحصة الثانية إن شاء الله من درس الحيوانات تتنقل. وفقكم الله ورعاكم أحبائي، والسلام عليكم.